Yes, we are sad, very sad. طبعا احنا حزنا جدا. But it's part of football. لكن ده جزء من كرة القدم. I've seen the same mistake happened on the Euro. شفت نفس الخطأ. I think you just saw it now. It's not long. شفتها شفتها في اليورو في بطولة أوروبا شفتها بس حتى بتفرج عليها شوية. Of the goalkeeper miscontrolling the ball. إن برضه حارس المرمى يعني أساتذة دي الكورة وفقد الكورة يعني. And few days back also the same thing I saw a big player missing a penalty. وبرضه من كام يوم برضه في ماتش فرنسا شفنا لاعب كبير قاعد ضربة جزاء. In the Euro and the whole nation collapsed. مبابي ودولة كاملة خرجت من البطولة اتأثرت. So it happens to the big players. فدي حاجات بتحصل مع اللعيبة الكبار دايما. But we move on. لازم نكمل على طول ما نقفش عندها نستمر. Yeah.